take it easy, I hoist. اهلا اهلا باشا، اتفضل قيام. صباح الخير يا ولاد. صباح النور يا استاذ. جلوس. اعرفكم بزميلكم الجديد رمزي باشا، لازم تحبوه وتحترموه وتسمعوا كلامه، اعتبروه اخوكم. اخوكم ده ايه؟ اعتبروه الناظر. الا مؤاخذه، انت احسن من اي ناظر. وانا ام ادوار اتفضل اقعد اول تختي. لا 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 لا، I'll sit in the back. إيه ده؟ In the back. أنت وشوقك إن شاء الله تقعد في مكتب الناظر. اتفضل. حاجة كده على مقوسم بالهنا والشفة. Thank you. تأمرش بحاجة تانية؟ كاتشوب. ليه؟ هو احنا وصلنا معاك في حاجة؟ I don't understand anything you're saying. You don't understand me. So there's no point, okay? ده واجب علينا برضو. انت فصلتني. انا افصلك؟ ده انت ابن الوزير. ده انت اللي هتفصلني. You take drugs as well. انجليزي ابن وزير بقى. في حاجة؟ I see you looking at my food, يعني في حاجة. هذا التمنوانا يا محمد. لقيتها شايلاني طول العمر، قلت اشيل هاني يوم بالغباوه اللي فيك دهيا. اجري على السطاوله والعجلات، قول الاستاذ رمضان بيقول لك عايزها تيوتي قبل الحصه السادسه ما تخلص. والله انا من رايي تبيعها وتجيب لك بيها موتوسيكل. يلاقي موتوسيكل ليه؟ فرومك انت واللي خلفيتك. غور غور يعني ناقصك. نبي يا رب تعترني في الواد اللي قلبني في التير على زرع بصل ده. يا رب ندرين علي يا رب، لو كنت دابح ارنب فرقعه على البلد كله، بس عطرني فيه. يا استاذ رمضان، اما اسالك تبقى ترد مش من راحه. ايوه يا اخويا ارقص. ايوه الدلع عايزك تفرح، الايام اللي جايه سودة عليك سودة. ايوه هات هات يا اخويا هات، ثاني هخليك الفت. انزل واطلع، انزل واطلع يا اخويا فرحني. انبسط انبسط. ايه يا اخويا اللي في ودنك دي؟ لابس حلقه يا ولد؟ الايبود. الايبود ده والايبود ده هو اللي بيرقصك كده؟ لا انا بسمع مزيكا. بتسمع مزيكا؟ لا اسمع يا اخويا، بص بقى انا هسمعك الايبود بتاعي ده هيرقصك على واحده ونص. اسمع كده. ايه رايك فتحي باشا يا اساتذه؟ مدير مكتب معالي الوزير جاي بنفسه عشان يطمن على رمزي باشا، واحنا كلنا خدامينه. في العاب معينه يحب يلعبها رمزي باشا. رمزي باشا بيلعب سكواش، عندكم ملاعب سكواش؟ ينوجد الكيس نجيبه. هو احنا مش كان عندنا كسواش؟ رمزي باشا لو جاله برد انت مسؤول قدامي. يا فندم احنا نعياله. ايوه معالي الوزير، انا في المدرسه. مش عاوز رمزي باشا يشتكي من ايتها حاجه، تتنقل له انضف تخت للفصل ويتلزق كله بورق الحائط. وعايزك يا استاذ حسين تتفق مع الابوار يبعت يوميا دست جاتوه لرمزي باشا عشان نفسه تتفتح على المذاكره. ايه ده زلزال؟ يا انا بتجري ليه كده؟ استاذ رمضان بيضرب الواد الجديد. انهي ولد؟ يا نهار اسود استاذ رمضان، استاذ رمضان. رمضان اوعى، بس يا ولد انك تنوح
أنا وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل. اعربي يا ألفت، اعربي يا ألفت اللي بتمشي هتكرع بالعربية وتخبطي في الناس. اعربي يا ألا لم أداد جزم كمل يستطيع فيرب مدرمة يستطيع ايه يا أخويا؟ فيرب فيرب الفعل بقى فيرب يا أولاد. بس يا ألا بس الفعل بقى فيرب. الولد ماشي بيتضرب، اكسروا الباب. عظيم بيمين ابدا، اللي هيكلم كلمه لا يتعلى مكانه. انت يا جزمه يا ابن الجزم يا خدي يا خدي يا خدي يا خدي ايه اللي بتنيله ده يا رمضان؟ فك الواله، ابوس ايدك فك الواله. لا يا اخويا مش هفك الواله، الواله ده هيتمد على رجليه، ده قلبني في الدرع. مش عارف الواله ده ابن مين؟ هيكون ابن مين يعني؟ ابن وزير التربيه والتعليم. ايوه ابن وزير التربيه والتعليم. اخويا انت مسكت في الكلمه قوي، خليه ابن وزير الراي. لا لان في الحقيقه ده ابن وزير التربيه والتعليم. الكلام ده صح يا حضره الوكيل؟ مالها بردت كده ليه؟ ولا اني باينني جعان؟ كان مستخبي لنا فين ده كله يا ربي؟ هيرفضوك يا حبيبي؟ هيقطعوا عيشك؟ يا ريت هتيجي على الرفض وبس يا امي، دول ناويين يحولوها جنايه. هيسجنوه يا اختي، ده اني ماليش في الدنيا غيره. امن عليك يا رمضان، اول ما توصل مصر تروح السيده نفيسه تقرا لها الفتح وتطلب من ربنا يخرجك من الشده اللي انت فيه. مدد يا ستني. وامن عليك يا رمضان، لو ربنا خرجك من اللي انت فيه تروح سيدنا الحسين وتجيب لي ازازه ريحي من جار المقام. مدد يا سيدني. وامن عليك يا رمضان، تجيب لي حته قماشه 6 متر من بيتي اعملهم جلابيه. امي عايزه قماشه من بيتي. دي مهزله، المدرسه دي لازم تتقفل. استنى كلكم لازم تتحاكموا. ما عليه باين عليهم مزاج وحش النهارده. الوزراء بقى بيبقى اخلاقهم ضيقه. وانا لو قمت جريت من هنا هيجرى حاجه؟ نبي ما هيجرى حاجه. 6 حالات جواز عرفي عندك في المدرسه، الاطفال عمرهم ما عداش 16 سنه. الوزاره دي اسمها وزاره التربيه والتعليم يا فندي، يعني التربيه تيجي قبل التعليم. ده سن خطر جدا يا معالي الوزير. محدش عارف هما بيفكروا ازاي ولا بيعملوا ايه. رمضان مبروك ابو العالمين حمودة. خليه يدخل. يا اعدل الناس، يا اعدل الناس الا في مخاصمتي فيك الخصام وانت الخصم والحكم. انت الخصم والحكم. نعم. وعشوية أخلص سمحت يا معلم الباشا، أنا جاي النهاردة عشان أبص الأيادي، ولو في حاجة تاني غير الأيادي مستعدة أبصي. إلهي ما وعروح، إلهي هتشلي وقع قدام سعادتك مسلول على المكتب دوت، إلهي يدهسني قطره يفرق كل حتة فيا في حتة، إلهي يدب فيا داق النتالي والناس ما تطيق ريحتي. إني ما كنت أعرف إني معاليه يبقى ابني معاليك. أنت اللي ضربت ابني. لا مش أنا، مش أنا، هي دي هي دهي. إلهي تنشلي، كنت تنشلي تنشلي قبل ما تتمدي على بعلي. ومين بقى اللي قالك ان انا زعلان منك؟ بالعكس، ده انا سعيد وفخور بيك جدا. وبالمناسبة ده يثبت لي ان التعليم في الارياف افضل 100 مرة من المدارس اللي انتوا بتفتحوها. فخور بيه؟ يعني معاليك مش زعلان مني انني ضربت معاليه؟ بالعكس، انت هتاخد مكافأة يا أستاذ رمضان. مكافأة؟ يو يو داريو. الأستاذ رمزي ابن سعادتك. أستاذ رمضان؟ اتفضل اتفضل. أهلا يا أخويا. أهلا يا شملول. اوعى تكون فاكر إن أبوك اللي واقف دي هيحوشك عني. لا يا أخويا، تعال أقف قدامي هنا. تعال أقف هنا. تعال هنا. أوكي، دونت تاتش دونت تاتش دونت تاتش. ما وقفتش قدام الياد زي ما قلت لك. I'm fine. I'm fine. طب اسمع يا اخوي، انا دلوقتي هقول لك جمله تعربها قدام معالي الوزير، ويمين ثلاثه ان ما اعربت صح لكن مدك في مكتب معالي الوزير. ها اعرب يا اخوي. انا وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم يستطعه الاوائل. اعرب. لم اتت جزم. ايوه
يستطيع فيرب مضارع. فيرب؟ فيرب تاني؟ خلاص فيرب تاني؟ خلاص خلاص يا معالي الوزير بيقول سعادتك فيرب. معلش فيرب يعني انا مدرسه لغه عربيه ولا لغه انجليزيه؟ خلاص يا استاذ فيرب يا علاء بتحرجني قدام معالي الوزير عشان خاطري. عشان ماشي بسم الله ما شاء الله. دي معجزه يا معالي الوزير. انا مش قادر اصدق لا وداني ولا عينيا. سعاده الوزير انا محتاج الاستاذ رمضان عندي في المدرسه، هو ده اللي هيعدل الميله وبالمرتب اللي هو عايزه. ها ايه رايك يا استاذ رمضان؟ والله يا معالي الوزير اللي تشوفه سيف على رقبتي، بس انتوا فاجئتوني. انا كنت عامل حسابي ان انا جاي اتحبس، الموضوع جه فجاه، فسيبونا يعني نستخير الست الوالده وناخد من ثلاثه نفكر واللي في الخير يقدمه ربنا. اخوك رمضان مبروك ابو العالمين حموده، مدرس اللغه العربيه الجديد. تشرفنا يا استاذ رمضان. فريد باهر مدرس الساينس. هو فين دي؟ انا فريد باهر. اهلا وسهلا تشرفني. المدرسه ده هي بتيجي لها كام فدان؟ فدان اللي اقول لي يا استاذ فريد، هو انت ما عندكش حصه ولا ايه؟ فاضي يعني؟ فاضي فاضي ايه بس يا استاذ رمضان، اصلي شايفك يعني ماشي براحتك في المدرسه ما وراكش حاجه. تخيل.